تدرب وياه وتستذكر كثير من المواقف اللي زرعها كابتن نبيل في نفوس لاعبي. كابتن نبيل زكي قبل ما التقي به شخصيا انا كنت اسمع عن اخلاقه وعن طيبته. بعد ما تقربنا له وعرفناه شخصيا وعملنا معه بالوسط الرياضي مثل ما سمعنا واكثر ربما الانسان يبين بالمواقف. استاذ علي المواقف اللي مرت بينا في حياتنا الرياضيه كلاعبين وكمدربين اختلطنا بهذا الانسان. من تتقرب للانسان تعرف معدنه بعد اكثر. ادعو من رب العالمين انه كل مدح نمدحه باخلاقه بسلوكياته بتربيته اللي ترباها يا رب العالمين تجعلها من حسناته وتجعل قبره روضه من رياض الجنه بحق محمد وآل محمد. كابتن نبيل زكي انسان عاش محترم، عاش كريم، ومن عائله محترمه، من عائله كريمه. احسنت. وما محتاج، احنا الان واجبنا كرياضيين نطالب الناس المسؤولين. انا عتب الشديد العتب على اداره نادي الطلبه باعتبار اليوم نادي الكهرباء كان موقفهم مشرف بحضورهم للتشييع، لكن ما شفنا اي شخص يمثل نادي الطلبه. كابتن نبيل زكي ايضا نقض يوم سنه من السنين نقض نادي الطلبه من الهبوط وكان له دور في تواجد نادي الطلبه في الدوري الممتاز، وهذا يشهد له التاريخ. مو انا فقط اريد اتكلم على مود اكبر اسم نبيل زكي، لا، عتبي على اداره نادي الطلبه. واللي اعرفه كابتن اني كان كابتن نبيل زكي من الناس المقربين لنا، واكثر من مره سافرنا الى محافظه النجف لاكثر من مناسبه، والطريق تكلمنا بكثير من الامور. الرساله اللي اريد اوصلها من خلال برنامجكم الموقر، كابتن نبيل زكي له مستحقات ماليه لاداره نادي الطلبه، اتمنى ان ياخذوها بنظر الاعتبار. الان عائلته هي ان شاء الله رب العالمين انه ما يحتاجها لاي بشر، بس هذه حقوق. هاي حقوق. نعم استاذ علي، احنا مو فقط نترحم له، الله يرحمه برحمته الواسعه، لكن هاي مو كافيه. الان احنا خلي يعرفون الساده المسؤولين، خلي يعرفون فد نقطه مهمه جدا، هم يعرفون انه جيل كابتن حسين العيبي وجيل كابتن صباح، شوف هسه بالمناسبه احنا اجيال متعقبه، سبعينات والثمانينات والتسعينات، احنا هاي الاجيال يدرون بيها انه احنا انظلمنا اعلاميا وماديا، يعرفون بهذا الشيء لو بس دي يشوفون الان مئات الالاف، الله بالعافيه عليهم. لكن من الناحيه الماديه احنا دا نتكلم فقط، لا يكبرون اسماءنا ولا يكبرون من تاريخنا، وضعنا بصمه غصبا على الكل. ونعم. لكن من الامور الماديه، ليش عباس حسن كان لاعب سوبر وكابتن حسين العيبي كان لاعب سوبر ومؤثر بالدوري العراقي، وكابتن صباح عبد الحسن من افضل الانديه مثلها بالعراق؟ الامور الماديه الان تختلف عن اللاعب مال الجيل الحالي. خلي ياخذون هذه النقطه بنظر الاعتبار. خلي المنحه مو كافيه انه قبل المنحه، بس قبل المنحه. نعم ضروري هذا نتحدث. نعم بس تتحدث عن الامور الماليه اللي بذمه نادي الطلبه، عن الفتره اللي دربها بزمن علاء كاظم. زمن علاء كاظم او نعم هي الفتره اللي راد يهبط بها نادي يطلب. انا على ما اعتقد هو كان يسولف لي الله يرحمه 50 مليون اعتقد بذمه نادي الطلبه. هذه اتمنى 50 مليون 50 مليون وهم عرضوا عليه 5000 ورفض، 5 ملايين العفو ورفض. اتمنى ان ياخذوها بنظر الاعتبار، وعائلته الان بحاجه الى هذه. اموال يتيم، اموال يتامى، واموال عنده اولاد وعنده يتامى. زين انا هاي رساله احب اوصلها. والله وانا احييك على هذا استاذ علي كابتن. حميد من الشخصيات المحترمه، انا التقيت بيوم من الايام وعرفته انسان محترم وانسان حقاني وانسان يخاف رب العالمين، من الناس المحترمه. اتمنى ان ياخذ هذا الرساله بنظر الاعتبار. موضوع المنحه وقانون الرواد والمشاكل اللي صارت بيه كابتن